الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، أيها الإخوة في الله، تعيشون هذه الأيام وهذه الليال المباركات بفرح وسرور وغبطة، ولهذا الله جل وعلا قال عن هذا الفرح: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن الشعائر أيها الإخوة التي يفرح بها أهل الإيمان ويجتمعون فيها ويزداد فيها الإيمان ويتسارع إليها الأخيار هذه الصلاة، صلاة الليل. وهذه الصلاة هي شعار الصالحين، ولهذا الله جل وعلا ذكرها في كتابه، بل نص على نبينا عليه الصلاة والسلام بإقامتها بقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ولذلك دأب عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، والله جل وعلا أثنى على عباده الصالحين بهذه الشعيرة بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والله سبحانه وتعالى أكثر وأثنى على من أقام هذه الشعيرة العظيمة: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. قال ابن عمر رضي الله عنهما عند هذه الآية: هذا عثمان. وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه ممن عرف بقيام الليل وقراءة القرآن وختم القرآن في ليلة، كما ثبت ذلك في الصحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سلام، قال عبد الله: لما دخل عليه الصلاة والسلام المدينة انجفل عليه الناس، يعني أتوا عليه عليه الصلاة والسلام فرحا بقدومه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام للمدينة. فلما جاء عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى هذه الكلمات الجميلة منه عليه الصلاة والسلام في أول دخوله المدينة. لذلك يا إخوان، هذه التراويح التي يصليها الناس هي من قيام الليل، ولهذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قام عليه الصلاة والسلام، فقام معه أقوام في أول ليلة، ثم الليلة الأخرى ازداد الناس، ثم الليلة الثالثة امتلأ المسجد، فخشي عليه الصلاة والسلام أنها تفرض على الناس فتركها. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة. ومر توفي عليه الصلاة والسلام وجاء عهد أبو بكر رضي الله عنه، ثم جاء عمر رضي الله عنه، فرأى الناس أوزاعا، هذا يصلي اثنين، هذا يصلي ثلاثة، فرأى رضي الله عنه وأرضاه أنه يجمع الناس على إمام واحد، فجمعهم على تميم الداري وأبي بن كعب، وكانوا يصليان رضي الله عنهم في رواية 11 ركعة وفي رواية 20 ركعة رضي الله، كانوا يطيلون يقرؤون بالمئين، وكان الناس يتكئون على العصي من طول القيام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا لما مر أحد السلف بمساجد المسلمين قال: نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا. إي والله، لا يبغض هذه السنة إلا من في قلبه مرض كالرافضة وغيرهم، لأنه رضي الله عنه هو الذي أسقط دولة فارس، فغضبوا على ذلك وحقدوا عليه وأبغضوا هذه السنة. وهذه السنة التراويح التي هي قيام الليل هي أفضل من البيوت إقامتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ومنهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه صاحب دهاء وذكاء، وأعطاه الله جل وعلا من الفقه والمعرفة
في إحداث أشياء، بل إن القرآن وافقه في مواضع، بل ذكر ابن تيمية أن عمر وافق ربه في 15 موضعاً رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يحسن للرجال وكذلك النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالمرأة التي تعرف أو تدرك من نفسها أنها تقوم مع الإمام وتأتي يعني تأتي من غير زينة ولا بخور ولا طيب، تأتي ليس عليها الزينة، هذه تستحق أن تأتي إلى المسجد ويعينها الله جل وعلا بقيام الليل. لذلك يا إخوان، هذا القيام فيه من الفوائد والمصالح. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وأعظم الصالحين وسيد الصالحين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قام عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث عائشة: حتى تورمت قدماه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فتقول عائشة: يا رسول الله، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال أهل العلم والشراح على هذا الحديث: فيدل على أن كثرة الصلاة تدل على شكر الله، لأن يا أخي كل جزئية فيك من جسمك في هذه الصلاة تكون متعبدة إلى الله جل وعلا. حتى هذه الجبهة التي يقبلك عليها من يحبك ومن يوقرك من الصغار والكبار، هذه الجبهة تضعها ذلاً لله جل وعلا. فيا إخواني، الله الله، كما قام النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو صليت مع الإمام اجعل لك حظاً يا عبد الله في بيتك، اجعل لك مكاناً. وهذا من السنة أن الإنسان يجعل له مكاناً يصلي فيه. قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عتبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زاره قال: أين تريد أن أصلي لك عليه الصلاة والسلام؟ قال ابن حجر وغيره: فهذا دليل على أن الإنسان يتخذ في بيته مصلى حتى لا يؤذونك البزران والأطفال ولا تسمع أصوات، ويكون هذا المكان طاهراً فيه من الراحة. ولذلك يا إخواني، إعمار البيوت، نحن بحاجة إلى إعمار البيوت بقيام الليل. قال عليه الصلاة والسلام: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. في الصحيحين وعند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. شب بعضها الحين البيوت معشعشة فيها الشياطين. بل يا إخواني، والله الذي لا إله غيره، ذهاب المشاكل هو بالصلاة. إذا صليت في البيت ذهبت المشاكل. وانظروا إلى لجان الإصلاح، أول ما تسأل الزوجة والزوج: تصليان في البيت؟ يقولون لا. لذلك يا إخوان، كثرة المشاكل ودخول الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. فيا عبد الله، ذكر الله هو الذي يوسع الصدر، يخلي الناس مرتاحين في بيوتهم، صلاح الذرية، صلاح الزوجة. فيا إخواني، كان دأب الصلف كذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل عليه الصلاة والسلام، فإذا قام من الليل مسح وجهه عليه الصلاة. هذه السنة نحتاجها، تمسح وجهك إذا قمت من الليل. ثم ذكر الله عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ويقول عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه في حديث بلال أنه يقرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم عليه الصلاة والسلام يتوضأ ثم يصلي 11 ركعة، مثنى 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 عليه الصلاة والسلام، يصليها بتؤدة وراحة، مو مثلنا الحين طيران. عجل بها يا إمام، نبي نخلص. وش تركض عليه؟ تركض على هالدنيا؟ لاحقن على الدنيا، رزقك بيكتب قبل أن تخلق ب50,000 سنة. والله جل وعلا كتب أرزاقنا وكتب اجتماعنا هذا
إن بأسمائنا وأسماء آبائنا وأجدادنا وأسرنا وقبائلنا قبل أن نخلق ب50,000 سنة. إذن لماذا العجلة ولماذا الإخلال بالصلاة؟ يلا يا إمام اخلص، شي خلص عليه. يا إخوان صلوا صلاة تؤدى، صلاة فيها راحة فيها متعة. يقول إبراهيم ابن أدهم رحمه الله لما قام من الليل، عندك كسرة خبز، ما عنده شيء، كسرة خبز وماء، لما قام من الليل وأكل هالخبزة وشرب هالماء استلقى على قفاه، قال والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليها بالسيوف. فيا إخواني الراحة، يقول إن القلب لا يرقص، يفرح، مو فرح أهل المعاصي بالغنى والزمر والطرب، لا، بل الفرح بالطاعات، الفرح كأن الجنة أمامهم. ولذلك ذكر عن أحد الأسياد، سيد من السادات عنده جاريته، ويلا من فضلك شوف الجارية قائمة تنتهي الليل تصلي، فلما سمعها وهي تدعو الله عز وجل في سجودها، اللهم بحبك إياي إلا أدخلتني الجنة، استغرب وش دريت إن الله يحبت. يوم سلمت قال يا أمت الله وش هالدعاء هذا؟ قالت لو إنه ما يحبني ما خلاني أقوم تالي الليل وانت نائم في فراشك. فإذا حبك الله أقامك هذا المقام العظيم، مقام الأنبياء، مقام الصالحين، كانوا لا يشبعون. أحد السلف يصلي، ذكر أحد العلماء هذه القصة، يقول كان إذا أذن الفجر أخذ يبكي، قيل له لما؟ قال ذهب الليل، ذهب تالي الليل، مو بالحين يفرحون بالاستراحات وغيرها، لا، استرحون ينظرون إلى مقام الرب سبحانه وتعالى. أحد عندنا من كبار السن إذا قيل له تعال اقلط عقب العشاء، قال معزوم عند خيطان بن قطنان. إيش خيطان بن قطنان؟ قال الفراش، يرقد ذا ويقوم الساعة 1:30، توفي رحمه الله عمره 100. ترى يا أخوان النشاط هو في قيام الليل، شوف الحين كبار السن شلون النشاط اللي عندهم، سبت قيام الليل، قيام الليل يعطيك. قال الله جل وعلا وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. النوادي الصحية هذه ما فيها شيء مباح، لكن والله وتالله وبالله إن قيام الليل أشد من هذه الرياضة التي يزاولها كثير من الناس. قيام الليل الله جل وعلا يعطيك من القوة، يعطيك من المنع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، كان الصالحون يقومون يبكون ويتلون كتاب الله جل وعلا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. قال أحد المفسرين لما أخفوا هذه الصلاة، ما يدري حتى زوجك لا تدري عنك أنت صليت لله، لما أخفوا هذه الأعمال أخفى الله الجزاء. وإذا ذكر العظيم هذا الإخفاء فهو عظيم. لو يكلمك الحين أحد الكبار ولا التجار ولا قال عندي لك هدية، توقع هالهدية كبيرة، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتوفانا وإياكم على الإسلام والسنة، نجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، ربي أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. ربي اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك مطواعين، إليك مخبتين، لك منيبين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اجعلهما خالصين لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم وأصلح من وليته الله أمرنا من العلماء والحكام، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد.